هل تبحث عن شركة نقل أثاث بالقاهرة؟ إليك أرخص شركات نقل الأثاث في مصر. الآن يمكنك الاعتماد على شركة الرواد، والتي تعد من أكبر شركات نقل الأثاث بالقاهرة، وهي متخصصة في رفع ونقل وإنزال الأثاث وجميع المنقولات عن طريق واجهات العمارات بأحدث معدات رفع الأثاث الألمانية المصنعة خصيصا لرفع وإنزال الأثاث بكل سهولة وأمان من أجل راحة العميل والمحافظة على منقولاته. وهذه المعدات عبارة عن سيارات مجهزة بأوناش هيدروليكية تقف أمام المبنى المراد رفع أو إنزال الأثاث فيه، ويمتد منه ذراع تلسكوبي أشبه بسلم سيارات الإطفاء يصل إلى البلكونة أو الشباك، ثم يبدأ الرافع المخصص لرفع الأثاث بالتحرك على هذا الذراع صعودا وهبوطا لرفع وإنزال الأثاث أو أي منقولات أخرى. اتصل الآن 011-474-7648 010-272-7003-03 أو زر موقعنا الرواد.عفشك.com. هل تحتاج إلى خدمة ونش رفع الأثاث بالقاهرة؟ يوجد لدينا العديد من أوناش رفع العفش الهيدروليكية. هل تعاني من عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها مع بعض شركات نقل الأثاث بالقاهرة؟ شركة الرواد تلتزم بالمواعيد المتفق عليها وتقدر مدى مسؤولية هذا الأمر. هل تعاني من إهمال العمالة الغير مؤهلة وأنت تنقل العفش؟ شركة الرواد لديها عمالة محترفة ومؤهلة لهذه المهمة. هل لديك قطع أثاث غالية الثمن وتخاف عليها أثناء النقل؟ شركة الرواد تعتني بالمنقولات وخصوصا القطع غالية الثمن. هل لديك قلق من فقدان القطع الصغيرة أثناء النقل؟ شركة الرواد تسلمك مقتنياتك كما هي بدون أي فقدان. هل تحتاج إلى خدمة ونش رفع كهرباء بالقاهرة؟ يوجد لدينا أوناش رفع الأثاث الكهربائي التي تصل إلى الدور 30. هل لديك مشكلة في ضيق سلم عمارتك أو منزلك؟ شركة الرواد عندها حل لكل مشاكلك بفضل تنوع الأوناش المتواجدة لدينا. الآن يمكنك الاعتماد على شركتنا، والتي تعتبر من أولى شركات رفع الأثاث بالونش، والتي تمتلك العديد من أوناش رفع الأثاث المؤهلة خصيصا لهذه المهام، والتي تصل إلى أدوار مرتفعة بكل سهولة وأمان وأقل وقت، وداعا للاحتكاكات الداخلية أثناء الرفع على السلالم. رفع الأثاث بالونش يعني الخدمة الشاملة التي تشمل سيارة نقل العفش، ونش رفع العفش، فك وتركيب الأثاث، تعبئة وتغليف، وكهربائي للفك والتركيب الخاص بالنجف والأباليك والنجارة، الستائر وغرف النوم والسفرة والمكتبات. شركة الرواد.